مساء الخير. حكينا بفيديو سابق عن الصمت وفايدة الصمت وأيمتى لازم نصمت. طبعا لمشاهد هيدا الفيديو راح اترك لكم الرابط له بصندوق الوصف، وأيضا راح يظهر قدامكم بالإشعارات فوق بأعلى الشاشة. بهيدا الفيديو حكينا عن فوائد الصمت والمواقف اللي لازم تصمتوا فيها، واللي بيزيدكم الصمت بهيدي المواقف من قوة شخصيتكم ومن فرض احترامكم وفرض شخصيتكم على الآخرين. أما بهيدا الفيديو فراح نحكي عن المواقف اللي إذا صمتت فيها فأنت بدلا من أنك تزيد هيبتك وتقوي شخصيتك فأنت راح تبين ضعيف الشخصية وراح تزيد من تقليل احترامك. بالحقيقة هن موقفين فقط. أول موقف هو لما الشخص يتمادى ويكرر الإهانة. قلنا بتصمت عن خلينا نقول الكلمة المسيئة أو النقد أو أي شيء فيك تصمت عنه، هيدا الشيء بيزيد من قوة شخصيتك. ولكن لما الشخص يتمادى ويكرر النقد يتحول لإهانة، والإهانة تزيد، يعني صار في تصعيد بحجم الإهانة، يعني بلشت صغيرة. لما أنت سكتت اعتقد هيدا الشخص أنه صمتك ضعف، وأنه بما أنه أنت صمتت هو قادر يزيد بجرعة الإهانة لتتحول لألفاظ مسيئة أكتر وأكتر وتكرارها، يعني تكرر الموضوع لحد لثلاث مرات. بالمرة الثالثة مش لازم تصمت ابدا، لانه بهالحاله يعني انه الشخص فسر صمتك ضعف. للاسف كتير اشخاص ممكن اوقات يفسروا ضعف، ولكن كيف لازم ترد؟ يجب ان تغضب، ان تظهر غضبك، ولكن يجب ان ترد بنفس حجم الاهانه او بنفس حجم الكلام الموجه من الشخص الاخر. يعني فرضنا هيدا الشخص ما وجه لك الفاظ نابيه او الفاظ سوقيه، فلما تغضب لا توجه له الفاظ سوقيه، لانه هيدا الشيء مش لصالحك، رح تزيد انت او رح ترتفع عليه بالغضب، وهيدا الشيء رح يقلل من قيمتك. جاوبه على قد كمية إهانته وبنفس كلماته اللي بيستعملها، لأنه كبت الغضب بهيدي الحالة يؤدي مش بس إنه الشخص التاني يشوفك ضعيف الشخصية، أيضا بتؤدي لإلك على الصعيد النفسي. هيدا التراكم وكبت الغضب هو مش منيح بالحقيقة. أثبتت الدراسات النفسية الحديثة إنه إذا كتير كبتنا غضبنا هيدا الشيء سيء جدا على الصعيد النفسي، وبيؤدي لستريس ولاكتئاب ولغيرها من الأعراض الجسدية أو النفسية أيضا اللي ممكن تنعكس على صحتنا الجسدية. فهيدا الشيء يجب أن تفرغ غضبك، ولكن لازم تعرف كيف تفرغ غضبك. حذاري إنك تفرغ غضبك بطريقة تدميرية وبطريقة فيها جرعة أعلى من الجرعة الموجهة لإلك. الموقف الثاني اللي مش لازم تصمت فيه هو الصمت عن الحق. الصمت عن الحق خاصة لما يكون هيدا الصمت يسبب الأذى للآخرين. كيف يعني؟ نحن حكينا بالجزء الأول اللي قلت لكم تشاهدوه إنه منصمت أحياناً عن الحق إذا كان هيدا الحق قد يسبب أذية للآخرين. يعني مثلا أنت شفت صفة بشعة بشخص معين أو أي شيء جارح، ما تروح وتقله، يعني حتى إذا هيدا الشيء حقيقة لا، ممكن تجرح وتأذيه. فالأفضل لقيمتك ولشخصيتك ولاحترامك إنك تسكت، لأنك رح تأذيه إذا حكيت هيدي الأشياء عنه. وحتى قلنا بحالة الاستغابة إذا لقيت شخص عم يستغيب شخص تاني والطرف الثالث سألك، هون بتسكت حتى ما توقع بالنميمة أو بالفتنة بين شخصين. هون صمتك هو لتفادي الأذية، ولكن يجب أن لا تصمت وأن تتكلم حين يسبب صمتك الأذية. بمعنى لما تشوف شخص عم يتهم شخص تاني بالباطل، وهيدا الاتهام قد يسبب الأذية للشخص المتهم بالباطل، هنا يجب أن تتكلم وأن تدافع عن الشخص المظلوم وأن تظهر حقه، لأنه هون إذا ما دفعت عنه هيدا الشخص رح يتسبب أو رح تلحق الأذى فيه أنت أو غيرك بطريقة أو بأخرى. فالدفاع عن الحق وعن المظلوم كي لا نؤذي الشخص المظلوم هو هون بزيد من قيمتك وبزيد من احترامك بنظر نفسك وبنظر الآخرين. أيضا لا تسكت عن حق، بمعنى
حق الأوطان. يعني أنا من النوع أوقات بنشر منشورات سياسية لأنه ما بسكت عن الحق الاجتماعي، يعني القضايا الاجتماعية أو القضايا الوطنية، هذه الأمور لازم تحكي فيها حتى إذا كنت بلد تعاني من القمع، فهنا يجب أن ندافع أيضا عن الظلم الذي يتعرض أحيانا له المجتمع أو أي مواطن، لأنه السكوت عن الظلم رح يتيح للظالم أنه يتمادى بظلمه أكثر وأكثر، لأنه حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. طبعا اليوم كان معنا علم السعودية، أنا بشوفكم بفيديو تاني وإلى اللقاء.